أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد أن مملكة البحرين وسلطنة عمان تجمعهما روابط تاريخية شكلت أرضية خصبة للتعاون في المجال الثقافي، مشددا في الوقت ذاته أن الشقيقتين تنتهجان مبدأ التواصل الثقافي المستمر. البحرين وعمان روابط ثقافية تاريخية عتيقة شكلت أرضية خصبة لتعاون ثقافي غني ومتجدد خلال العقود الماضية. ولعل أبرز ملامح هذا التعاون يكمن في مجالات التراث والآثار والثقافة، لا سيما بأن الروابط التاريخية بين البلدين تعود إلى حضارتي تلم ومرجان وتمتد إلى تاريخنا المعاصر بجوانبها المتعددة والمتفرعة. ننتهج مع الأشقاء في عمان مبدأ التواصل الثقافي المستمر من خلال المشاركات المتبادلة في المهرجانات والمعارض الثقافية وتبادل الخبرات في مجال الآثار والتراث غير المادي والتشجيع على تطوير برامج مشتركة في إطارها الخليجي والعربي، والتنسيق والتعاون في الحضور الدولي المتعلق بالاتفاقيات الدولية لما يجمعنا من هدف مشترك معني بحماية وترويج ما نملكه من ثقافة فريدة. تعد الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة محطة تاريخية مهمة في العلاقة الثنائية الأخوية بين البحرين وعمان، تضاف لعلاقة تميزت بالمتانة والثبات مبنية على أسس تاريخية صلبة. إن حضور الثقافة بجوانبها المختلفة ضمن مذكرة التفاهم والبرامج التنفيذية المصادق عليها خلال هذه الزيارة المباركة تأكيد لما يليه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من اهتمام بالشأن الثقافي كرافد أساسي لعلاقة البحرين مع الدول الشقيقة ولما تقدمها الثقافة من وسيلة حضارية للتقارب بين الشعوب. تمتاز العلاقة الأخوية بين البلدين بروابط اجتماعية عتيقة ونتحد بهويتنا العربية الإسلامية الخليجية والتي نسعى على الدوام لتوثيقها والترويج لها كمكسب للشعبين الشقيقين. الاتفاقيات المبرمة تعد امتداد لاشتغال ثقافي قائم بين البلدين ويشكل إطارا عاما واضحا للعاملين في الشأن الثقافي للاجتهاد في تطوير هذه الشراكة لآفاق أوسع.